وده يقودني للحقيقة، اللي يعني إن أنا لأول مرة هتعرض لشيء أنا ذكرته في الأسبوع الماضي وأثار نوع من الجدل، وأكيد حضراتكم تابعته، لما في أحد الأسئلة اللي أحد الزملاء سألني عليها وتقال هو أنتوا عاملين سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأوضاع اللي بتحصل في المنطقة، وأنا يمكن في ردي على هذا الموضوع قلنا إحنا رايحين لكل السيناريوهات، وإن في حالة يعني إذا ما تفاقمت الأمور بصورة كبيرة جدا وتطورت إلى حرب إقليمية هنضطر نلجأ إلى إدارة الدولة بما يعرف باسم اقتصاد حرب. والكلمة دي يعني على طول أثيرت أثارت جدل وابتدى نقاش عليها، ويعني أنا عايز أقول إن أنا أفكركم في الاجتماع السابق كلمنا على موضوع تفتيش الفرقة السادسة المدرعة للجيش تاني، وقلنا إن دي رسالة قوية إن مصر قوية جدا، وإن إحنا مرة أخرى بستعير الكلمة اللي قالها سيادة الرئيس بناء القوة الشاملة للوطن. والأهم إن أنا لما نهيت الكلام مع حضراتكم كنت بقول المواطن المصري يطمن، مصر الحمد لله ودعينا كلنا إن مصر تظل هي بلد الأمن والأمان ووحدة الاستقرار اللي موجودة في المنطقة النهاردة.